من جديد أهلا بكم. أصيب مستوطن صهيوني في عملية دهس قرب مدينة رام الله، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من مكان الهجوم وفق ما نقلته مواقع صهيونية. يأتي ذلك فيما اعتقلت شرطة الاحتلال 5 فتية من القدس بزعم رشقهم بالحجارة للقطار الخفيف شمال المدينة، فيما نفذ مستوطنون أعمال تجريف لأراض فلسطينية غرب سلفيت. في سياق متصل آخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الشهيد قاسم جابر الذي استشهد الاثنين الماضي عقب تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بالخليل، موضحة أن الشهيد جابر شارك في عدة عمليات للمقاومة قبل استشهاده.